احدث ترند على تيك توك، ترند الدورة الصفراء بالزبدة. يا جماعة جربتها طلعت روعة بجد، ادمنتها من كتر ما هي حلوة وسهلة، والوصفة كلها بتتعمل في حوالي 6 دقايق بالظبط، سريعة ولذيذة ومشبعة وتصلح لكل انواع الدايت. مش قادر اوصف لكم حلوة دي، وكمان بتنفع جدا جدا لجوع الشتاء خصوصا بالليل، لو مش عارفين تتعشوا ايه او تعملوا ايه وجعانين اعملوا الطريقة دي، لان هي سهلة جدا ومليانة فوائد لا حصر لها. عايزين تعرفوا عملتها ازاي؟ اعملوا لايك، ولو اول مرة تشوفوا قناتي اعملوا اشتراك، ويلا بينا على الطريقة حالا. زي ما احنا شايفين كده هنجيب الذرة الصفراء، طبعا ممكن نستبدلها بالذرة اللي لونها ابيض مفيش مشكلة، بس الذرة الصفراء او السويت كورن بتبقى طعمها احلى ومسكرة اكتر وكمان بتستوي اسرع، لكن لو الذرة البيضاء عادي مفيش مشكلة ينفع معانا. تمام، الذرة الصفراء زي ما احنا شايفين دي كل الفوايد بتاعتها، شوفوها قدامكم على الشاشة، بجد بجد حلو قوي قوي، وعلى فكرة مش غالية اوفر يعني متواجدة في كل مكان عند الناس بتاع الخضار وكده في منتهى السهولة يعني. المهم هاخد منها زي ما انا عاوزة، انا كنت هعمل 2 بالظبط، بس ولادي طبعا واقفل لي انت تعملي نفسي كمان مش تعملينها معاكي، فاضطريت ان اعمل الكميه كلها. فاعملوا على حسب ما انتوا عاوزين، وعلى فكره ممكن تشيلوها عادي في الثلاجه بعد ما تعملوها وتاني يوم تسخنوها وتاكلوها مفيش اي مشكله. هجيب بقى الذره الصفراء هقطعها زي ما انا عاوزه، اقطعها بقى بالطول بالعرض على حسب ما انتوا عاوزين. هنا في يعني الستيب دي او الخطوه دي ان انا هسلقها الاول شويه عشان بس اسرع من سواها، لو مش عايزين تعملوا الخطوه دي ممكن تحطوها على طول في الفرن او في الاير فراير، بس هتاخد معاكم وقت اطول. هجيب ميه عاديه خالص وهنزل فيها بكميه الذره اللي عندي كلها، احط بس شويه كده ملح بسيط قوي عليها، واحطها على النار بالظبط بالظبط 5 دقايق وتكون مستويه معايا مفيش منها اي مشكله. هعمل بقى صوص الزبده، هجيب معايا معلقه زبده بس تكون كبيره شويه عشان انا مكتره الكميه، والزبده طبعا مفيش منها اي ضرر، واحط عليها شويه كده بسيط من الملح والبابريكا وكمان شويه من السماق، ده اختياري، وشويه من الكاري برده ده اختياري، وده اهم حاجه بقى الاورجانو او الزعتر ده أساس في الوصفة، ودول شوية ثوم وبصل بودر على بعض كده، وهقلب كل الميكشر أو الخليط الأمر ده كده على بعضه بحيث يبقى جاهز معايا. أول ما الذرة يعني تتسلق معايا هاخده أحطه عليها على طول، وابتدي إن أنا أسويها يا إما في الفرن يا إما في الإير فراير. تمام، خلاص الدورة بالظبط زي ما قلت لكم 5 دقايق يمكن اقل كمان استوت معايا خلاص وبقت تمام، ممكن تتاكل كده بس انا عايزه ازود بقى الطعم وخليه اغنى واحلى. طبعا وصفه زي دي بتدفي جدا جدا في الشتاء، فهحطها كده معايا في الاير فراير او الفرن، الاثنين واحد مفيش فرق، طبعا اكون مسخنه الفرن قبلها بشويه، وابتدي احط بقى الخليط بتاع الزبده كده على الدورة كده. بصوا المنظر يا جماعه لوحده يدفي يعني، حاجه كده في منتهى اللذاذه والجمال. احط كده على الوش كده بالطريقه بالمنظر ده، وبرده هعمل لها مساج كده بسيط ان بحيث ان انا كل قطعه في الذره تتشرب من الصوص الجميل اللي بالزبده ده وطعمه خطير يا جماعه. هحطها في الفرن زي ما قلت لكم يعني حوالي يمكن 2 أو 3 دقايق على درجه حراره 200، لو في الاير فراير هحطها بالظبط حوالي 2 بالكتير على درجه حراره 200 برده نفس التسويه يعني بالظبط. هسيبها تستوي بقى في الاير فراير او الفرن، وهعمل جنبها صوص كده زبادي يعني يبقى كتغميزه كده جنب الذره، طبعا ده اختياري مش عايزين تعملوا مش مشكله. عباره عن ايه الصوص دوت؟ كوبايه زبادي يوناني، طبعا زبادي يوناني ده عملته معاكم قبل كده في القناه، لو عايزين الطريقه هسيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف، او اي نوع زبادي تفضلوه. وهنزل عليه بنص عصير من الليمون، وهنزل كمان عليه بشويه من البقدونس، ده اختياري مش عاوزين تحطوها مفيش مشكله، وهنزل كمان عليه شويه من البابريكا حاجه بسيطه خالص، وشويه من الكاري وده اختياري برده مش عايزين تحطوا مفيش مشكله، وبرده كذلك السماق اختياري، وحوالي يعني نص معلقه توم وبصل بودر ورشه كده بسيطه من الملح. خلاص كده الصوص الجميل ده جاهز معايا، طعمه بيبقى حلو قوي مع الذره، الذره بتبقى سخنه وعليها زبده والصوص ده بيبقى بارد كده او ساقع، بيبقى حاجه كده اخر لذيذه. دي شكل الذره بعد ما استوت بالظبط، اديتها 2 يمكن اقل كمان، وما شاء الله لا قوه الا بالله استوت معايا وبقت زي القمر، ريحتها تحفه. هجيب بقى طبق التقديم معايا هكون حاطه فيه الصوص اللي انا عملته، طبعا حلوه جدا بالليل، ممكن بقى انا قاعده مثلا بتفرج على التلفزيون او عايزه اتعشى عشوه حلوه دي هتفي معايا جدا جدا. زي ما احنا شايفين كده على الشاشه دي السعرات بتاعت كل 100 جرام من الذره الصفراء عشان بس تبقوا عارفين هتاكلوا قد ايه على حسب ما انتوا عاوزين. طبعا الطبق ده انا مستحيل اكله لوحدي يعني كله، اكلته انا وبناتي الاثنين.
حاجة كده خطيرة ومفيدة، وكمان بتسد معانا قوي قوي في الجوع بالليل بالذات في الشتاء. آخر لذيذة وآخر جمال. هحط بقى الكمية اللي عندي زي ما احنا شايفين كده، بصوا شكلها قمر ازاي. نقرب بقى ونشوف أحلى تفاصيل. مش قلت لكم ان في 6 دقايق هعمل القمر ده؟ فعلا بالظبط في 6 دقايق، ممكن اقل كمان. فعلا فعلا سناك هايل جدا لينا، نقدر ناكله في اي وقت، وكمان ممكن بين الوجبات لو احنا جعانين خصوصا في الشتاء. هاخد بقى تغميزه حلوه كده من الصوص القمر ده ونقرب بقى. وبصوا بصوا بصوا التفاصيل حلوه ازاي. يعني الذره الصفراء فعلا 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 تحفه، وطعمها خطير، احلى كمان من الذره اللي هي البيضه، بس عادي ينفع زي ما قلت لكم كده وكده. طيب الذره البيضه هتاخد تسويه اكتر؟ اه طبعا اكيد، يعني بدل 5 دقايق مثلا سلق هنخليها 10 دقايق، بدل ما تاخد 2 دقيقة في الاير فراير او الفرن هتاخد معايا حوالي 4 دقايق، فيعني بس يعني. لكن غير كده الطعم طبعا حلو يعني، بس الذره الصفراء طعمها احلى واحلى. يا رب يا رب تكون حلقه النهارده تكون عجبتكم، وتنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والانستجرام والتيك توك. وبحبكم جدا 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 يا احلى متابعين في الدنيا. لو عايزين حلقات عن السناكس اكتبولي واعملكوا كل اللي انتوا عاوزينه. اشوفكم المره الجايه على خير. سلام.